النباش الذي يدخل القبور ويصرخ الموتى يعني، يأخذ الكفن ويأخذ مكان عليه، هذا هو النباش. الوكالة، وما زلنا مع الوكالة. وقال فرع: وإن ادعى الوكالة وشاهد له بها شاهدان أحدهما ابن الآخر قبلت شهادتهما، لأن القرابة تمنع إذا كانت بين الشاهد والمشهود له، فأما إذا كانت بين الشاهدين فلا تؤثر. وإن شهد بالوكالة ابن الوكيل، تصوير المسألة، إن ادعى الوكالة، زيد ادعى الوكالة، قال وكلني عمرو في قبض حقي من عبيد، وشهد له بالوكالة شاهدان أحدهما ابن الآخر قبلت شهادتهما، لأن القرابة هنا تمنع إذا كانت بين الشاهد والمشهود له، فاعتبر شاهد الأجنبي هنا، القرابة لا تؤثر في هذه شهادة الأجنبي عنهما. فإذا كانت الشهادة بين الشاهدين القرابة والشهادة الأجنبي فلا تؤثر، قبلت الشهادة وعمل بالوكالة. وإن شهد بالوكالة ابن الوكيل أو أبواه أو أبوه وابنه لم يحكم بشهادتهما، لأنهما يثبتان له التصرف فلم يقبلا، كما لو شهد له بمال. وإن شهد له بالوكالة أبو الموكل أو ابناه، فذكر الشيخ أبو حامد أنهما لا يقبلان لأنهما يثبتان بذلك التصرف عن الموكل، فهي شهادة له. لو ادعى عمرو الوكالة وشهد ابن الوكيل أو أبواه لم يحكم بالشهادة، لما؟ لأنها تنصب في مصلحة الأب أو الأخ أو الابن، إذن فهو ظنين، فإن كان ظنينا لم تقبل شهادته، فإن كان ظنينا فلم تقبل شهادته. وإن شهد له بالوكالة أبو الموكل أو ابناه، يعني أبناء الموكل، ذكر الشيخ أبو حامد أنهما لا يقبلان لأنهما يثبتان بذلك التصرف عن الموكل، فهي شهادة له. المعنى أنها ستنصب في مصلحة الموكل إما مباشرة أو سببا، أنه سيثبت له التصرف، فإن كانت ستنصب في مصلحة القريب دخلت المسألة في الظنة فلم تقبل الشهادة، دخلت المسألة في الظنة فلم تقبل الشهادة. هذا كله على هذا التأصيل العام، التأصيل العام في الشهادة ألا يكون ظنينا، هذا التأصيل العام. قال ابن صباغ: وفي نظر لأن هذه الوكالة ثبتت بقول الموكل، ويستحق الوكيل بذلك المطالبة بالحق، وما يثبت بقوله يثبت بشهادة قرابته عليه كالإقرار. فأما إذا ادعى الوكالة فأنكر الموكل فشهد عليه ابنه أو أبواه ثبتت الوكالة، نعم يعني شهد على الموكل الذي أنكر، فهذه شهادة عليه لا له، لذلك قبلت، يعني هذه الشهادة محلها عليه لا له، فلذلك قبلت. ثبتت الوكالة وأمضى تصرفه لأن ذلك شهادة عليه، وهكذا إذا أنكر من عليه الحق وكالة الوكيل فشهد بها ابن من عليه الحق أو أبواه قبلت شهادتهما لأنهما شهدان عليه. فرع: وإذا ثبتت وكالة رجل بالبينة بقبض حق على غيره، ثم جاء ابن الموكل فشهد أن أباهما قد عزل الوكيل، يعني هنا عمرو كان وكيلا في قبض سيارته من عبيد، سيارة زيد من عبيد، فقبضها والبينة كانت قامت على أنه وكيل، لكن ما حدث؟ حدث ابنان للموكل شهد أن أباهما قد عزل الوكيل، يعني هنا عزل الوكيل يساوي إبطال التصرف، عزل الوكيل يساوي إبطال التصرف، فشهد أن أباهما قد عزل الوكيل، فإن صدقهما الوكيل انعزل، إن صدقهما الوكيل فقد انعزل ولم ينفذ تصرفه لأنه اعترف بعزل نفسه. الوكيل قال نعم أبوكما عزل، ناقض الوكالة، انتهى، يبقى يصدق وينعزل،
وأما قبضه لا ينفذ وترجع السيارة إلى إلى عبير. وإن كذبهما قال كذبتما ما زال التوكيل قائما. فإن كذبهما قيل لمن عليه الحق أتدعي العزل عن الآن الوكيل قال كذبتما، فقيل لمن عليه الحق الذي معه السيارة قيل له أتدعي العزل أنت تقول لا لا أعطيه السيارة لا يقبضها لأن الوكيل قد لأن الموكل قد عزله، تدعي العزل؟ فإن قال نعم إذن قبلت شهادتهما وانعزل ولا عليه قبض، ولأنهما يشهدان عليه على أبيهما لا لأبيهما، والظن أن يشهد لأبيهما لا عليه. وإن لم يدعي العزل لم تبطل الوكالة. وكان له قبض الحق، فإن حضر الموكل وادعى العزل وشهد له ابناه لم يحكم بشهادتهما لأنهما يشهدان لأبيهما. يعني إن لم يدعي العزل الذي عليه الحق لم تبطل الوكالة، وكان له قبض الحق، فإن حضر الموكل وادعى العزل وشهد له ابناه لم يحكم بشهادتهما لأنهما يشهدان له لا عليه، كما بينا قبل ذلك. فرق كبير بين اللام والعين، بين له وبين عليه، بين له وبين عليه. نعم. فرع: وإن ادعى على رجل غائب مالا في يد وكيل له حاضر وأقام عليه البينة وحلفه الحاكم ثم حضر الغائب لكنه أنكر الوكالة وادعى العزل قبل الدعوة وأقام على ذلك بينة، لم يؤثر في ذلك الحكم. ليش؟ لأن الحكم على الغائب لا يفتقر إلى حضور الوكيل، وهذا في المذهب، الحكم على الغائب لا يفتقر إلى حضور الوكيل. قد يستدل لذلك بدليل. ما هو الدليل الذي نستأنس به في هذه القضية؟ فهمتم السؤال؟ إلى الآن لم أجد جوابا. ما أحد منكم يستطيع أن يفكر في دليل على ذلك، بأن الحكم على الغائب لا يستدعي ولا يستلزم ولا يشترط فيه حضور الوكيل. إذن سمعت السؤال الآن، أريد الإجابة. ما الدليل الذي يمكن أن نستدل به على أن الحكم على الغائب لا يفتقر إلى حضور الوكيل؟ الوكيل ينزل منزلة الرصيد. طيب ممتاز، لكن طب ما الدلالة الحكم على الغائب لا يفتقر إلى حضور الوكيل؟ نعم، هذا هو السؤال. كيف ذلك يا نعيم؟ طب هو وكل وكيلا، سافر زيد ووكل عمرا عنه، كيف بقى لا يحتاج الوكيل؟ هذا كما فهمت السؤال صحيحا بهذه الإجابة، الوجود البينة. لا لا، ليس بصحيح. ما الذي يحدث؟ لا، ليس بصحيح. رمضان مع حضرتك الشيخ. نريد الإجابة سريعا هكذا، وإلا فأحيل بقى جميعا. حكم سليمان على الهدهد يعني جيد جيد جيد. هنا يعني ابتدأ حاتم يفكر. قالت أم سلمة: ليس أحد. على أي قضية يا سلفي؟ طيب يا دي آخر مسألة وأنا أجيبها على عيني، يعني أنا كنت أريد النقاش يطول، لكن وعندما أجيب أنا سيرون أن الإجابة سهلة جدا. أستاذ سعيد النقيب، ما أدري أنت معنا من أول الدرس، من درس الأصول، أم جئت مستجدا؟ سؤال عابر فقط لا أحتاج فيه لتحقيق.
شوف السؤال وجاب هذا، هذا هو حذر العقول، وفيها إثبات وإتقان العلم في هذا الباب. تثبيت العلم في القلب يكون بذلك. طيب أيوة ممتاز الحمد لله. طب اطلع بقى أخويا، اطلع أخويا، اطلع عشان احنا طالعين دلوقتي. قبل بقى أن نمشي أنا أقول لك، الشافعية يقولون الحكم على الغائب لا يفتقر إلى حضور الوكيل. ما الذي يمكن أن نستدل لهم في هذا التقعيد عندهم فقط؟ لعلك تكفر أنه ضاع عليك الدرس، درس الأصول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا عبد الله. لم يأتي إيش لم يأتي الإشعار؟ أنت عارف أن يوم الأربعاء يبقى فيه حلقة، فلازم قبلها نبدأ بدري. نعم حبيبي. كم بقي دون تدليس؟ دون تدليس بالضبط 10 دقائق. 10 دقائق. طيب خلاص إذا نأتيك. طيب حاضر حاضر أنا سأفعل ذلك. طيب طيب، لكن أنا يحزنني أن يقال ذلك، لأنه إشعار أو غير إشعار أنت من الساعة الرابعة واقف لمجالس العلم، المفروض هكذا يا حاتم، وما علمت عنك ولا عن مثلك تهاونا. والمفروض الأستاذ سعيد نفس الأمر، من الساعة الرابعة هو واقف للدروس وانتهى الأمر. طيب الدليل على ذلك حتى نختم المسألة، وديني بقى هناك مش همشي، وديني هناك بسيارة. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هند فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني المال إلا ما أخذت دون علمه. أنت لسه مخلص الآن، المفروض أنا 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 ابتدأت الدرس بعد العصر على طول، ابتدأت الساعة 4. جيد. قالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني حتى أخذ من مالي دون أن يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاعتبرها بعضهم أنه حكم. طيب يا حاتم، طيب طيب سأفعل ذلك، سأفعل ذلك لا تقلق، أنا سأفعل ذلك إن شاء الله. فاعتبروها حكما، فهنا يبقى إذن لا يشترط فيها الوكيل. وإن حضر رجل عند الحاكم فوكل عنده رجل في خصوماته، فإن كان الموكل حاضرا لم يفتقر إلى معرفة اسمي ونسبي، وإن غاب الموكل فإن كان الحاكم يعرف الموكل باسمي ونسبي صح التوكيل، صح للوكيل أن يخاصم، وإن كان لا يعرف اسمه ونسبه لم تصح خصومة الوكيل إلا أن يقر، لأنه لا يكون على الجهالة، لابد من معرفته. إهدار دم من هدر دمه يوم فتح مكة يعني جيد في هذه الأحكام. النقاش يكون إن شاء الله بعد الحلقة. جزاكم الله خيرا، انتهينا من الدرسين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله كل خير، أعتذر على التقصير.